السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي في شرح الجزء الثاني من الدرس الثاني جيولوجيا. الجزء الثاني بيتكلم عن الفوالق والفواصل، تمام. الحلقة بتاع جيولوجيا الجاية بإذن الله هتبقى عبارة عن حل أسئلة عن النظام الجديد على الدرس الثاني، الجزء الأول بتاعه والجزء الثاني، تمام كده. أول حاجة بقى الفوالق، لازم تعرفوا الأول إن الفوالق والفواصل عبارة عن كسور وتشققات في الكتل الصخرية. يعني الفوالق والفواصل الاتنين ببدأ تعرفهم كسور وتشققات في الكتل الصخرية. ولكن بقى الفوالق لما بتتكسر الكتلة الصخرية بيصاحبها حركة للصخور المتهشمة على جانبي مستوى الكسر، زي ما انتوا شايفين في الصورة دي. الصورة دي ده حصل هنا كسر او تشقق، فحصل ازاحة للصخور الصخر اللي على اليمين ده ونزل لاسفل، تمام. يبقى اذا سواء فالق سواء فاصل تعريف كسور وتشققات في الكتل الصخرية، ولكن الفواصل مش بيصاحبها ازاحة، انما الفوالق اللي انتوا هتدرسوها في الاول يصاحبها حركة نسبية او ازاحة للصخور المتهشمة على جانبي مستوى الكسر. يبقى عرفتوا الفرق ما بين الفوالق والفواصل، الاتنين كسور وتشققات في الكتل الصخرية، انما الفوالق برضو كسور وتشققات في الكتل الصخرية بيصاحبها ازاحة للصخور المتهشمة على جانبي مستوى الكسر. طيب بعد كده ايه هي عناصر الفوالق؟ انا اوضح لكم حاجة. عناصر الفوالق بتبقى مستوى فوالق، صخور حائط علوي، صخور حائط سفلي. فلو شفنا التعريف، مستوى الفوالق هو المستوى الذي تتحرك على جانبيه الكتل الصخرية المتهشمة بحركة نسبية ينتج عنها ازاحة. يعني مثلا ده كده الخط ده كده اسمه مستوى الفوالق، اهو مستوى الفوالق، وصخور الحائط العلوي دي اللي بتبقى موجودة اعلى مستوى الفوالق، انما السفلي اسفل مستوى الفوالق. طب برضو ازاي؟ يعني مثلا هتلاقوا الخط مايل كده اللي هو مستوى الفوالق، فين صخور الحائط العلوي السفلي؟ العلوي هي اللي بتبقى في الخط، يبقى دي العلوي ودي السفلي. انا عاملها عين مثلا كده ودي السفلي، يبقى دي العلوي ودي السفلي. طيب لقينا مثلا مستوى الفوالق كده، يبقى دي العلوي ودي السفلي. لقيناه بشكل افقي كده، يبقى دي العلوي ودي السفلي، تمام. يبقى كده دي العلوي هنا، كده العلوي هنا، تمام، كده العلوي هنا. عرفتوا ازاي؟ عرفتوا الفرق ما بين صخور الحائط العلوي وصخور الحائط السفلي؟ طيب على اساس بقى صخور الحائط العلوي والحائط السفلي دي هيتحدد انواع الفوالق. فهتلاقوا 6 انواع للفوالق، بس ما تزغفوش. الـ6 انواع سهلة جدا جدا، تمام، يعني وكلهم ليهم علاقة ببعض، وانك تذاكرهم دي حاجة مش صعبة خالص، مش هتاخد دقيقتين منك. فاول كده نوع من انواع الفوالق وهو الفوالق العادي. الفوالق العادي ده بقى ازاي؟ الفوالق العادي ده بيبقى كسر ناتج عن الشد، ما علينا هشرحها لكم دلوقتي، بتتحرك على مستوى صخور الحائط العلوي الى اسفل بالنسبه لصخور الحائط السفلي. بالنسبه بقى لتصنيف الفوالق، انت هتخلي صخور الحائط السفلي ثابته مكانها، صخور الحائط السفلي ثابته مش بتتحرك، تمام، والصخور الحائط العلوي هي اللي هتتحرك. فده فوالق عادي او صخور الحائط السفلي، حصل كسر هنا او تشقق، نزلت صخور الحائط العلوي لاسفل نتيجه قوه الشد، يعني حاجه شددها كده من بطن الارض، يبقى تمام. يبقى صخور الحائط السفلي وصخور الحائط العلوي نزلت بسبب قوه الشد، وده اسمه فوالق عادي. الفوالق المعكوس بيبقى عكس الفوالق العادي، صخور الحائط السفلي برضه هتفضل ثابته، ولكن صخور الحائط العلوي هتطلع لفوق بسبب قوه الضغط، الضغط طلع كده فيطلع صخور الحائط العلوي. يبقى اول نوع من انواع الفوالق هو الفوالق العادي، وتاني نوع هو الفوالق المعكوس. اظن في الفوالق العادي والفوالق المعكوس مفيش اي مشكلة فيهم. بعد كده بقى هتلاقوا الفوالق الدسر. الفوالق الدسر بقى هو احد انواع الفوالق المعكوسة. امال بيتميز عن ايه في الفوالق المعكوس نفسه؟ بيتميز ان هو تقريبا افقي، يعني مستوى الفوالق يعني الميل بتاعه قليل جدا جدا، وبيسمى برضو فوالق زحفي لان صخور المهشمة تزحف تقريبا بمسافة ما على مستوى الفوالق. هتلاقي صخور الحائط العلوي بتمشي لأعلى اهو اتجاهها كده، تمام،
يعني يعتبر نوع من انواع الفالق المعكوس. يبقى اول نوع الفالق العادي، بعد كده الفالق المعكوس، بعد كده الفالق الضوئي اللي هو نوع من انواع الفالق المعكوس. الفالق بقى ذو الحركه الافقيه سهل جدا جدا، صخوره المهشمه بتتحرك حركه افقيه في نفس المستوى، مفيش ازاحه راسيه خالص. يبقى فالق ذو حركه افقيه لا يحتوي على ازاحه راسيه. يبقى تاني انواع الفالق، فالق عادي تتحرك صخور الحائط العلوي لاسفل، فالق معكوس تتحرك صخور الحائط العلوي لأعلى، فالق ضسر نوع من أنواع الفالق المعكوس اللي بيبقى فيه إزاحة أفقية. الفالق ذو الحركة الأفقية مفهوش أصلا إزاحة رأسية خالص. في بقى نوعين، آخر نوعين من الفالق، والفالق الفالق البارز والفالق الخندقي. الفالق البارز ده بيبقى عبارة عن إن فالقين عاديين اتحدوا مع بعض في صخور الحائط السفلي. يعني هتلاقوا هو فالق عادي اللي هو صخور الحائط العلوي بتنزل لأسفل، فهتلاقوا صخور الحائط السفلي هي اللي بتبقى فوق، فده صخور الحائط السفلي بتمثل فالق بارز زي ما انتوا شايفين. يعني زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، فالق بارز اهو، دي صخور الحائط السفلي. صخور الحائط العلوي طبعا نزلت لان ده يعتبر فالقان عاديين، تمام؟ فنزل، فهتلاقوا بقى الحاجة البارزة هي صخور الحائط السفلي. فإذا المستوى الفالق البارز يحدث عندما تتأثر الصخور بفالقان عاديين يتحدان معا في صخور الحائط السفلي. بالنسبة بقى للفالق الخندقي أو الخسفي، ده العكس بقى، لما تتأثر الصخور بفالقان عاديين يتحدان في صخور الحائط العلوي زي ما هتشوفوا برضو في الصورة كده أهو. هتلاقوا الحائط العلوي بينزل، فإذا الحائط العلوي بقى الفالق الخسفي أو الفالق الخندقي. بعد كده بقى أهمية الفوالق، هي قريبة من أهمية الطيات اللي شرحتها لكم في الحلقة اللي فاتت. تعتبر الفوالق مصايد للبترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، دي أول حاجة. أماكن تصاعد مياه ونافورات ساخنة على مستوى الفالق، ودي اللي بتستخدم في العلاج والسياحة زي في منطقة عين حلوان والعين السخنة وحمام فرعون، تمام؟ وبرضو بيترصى فيها معادن زي معادن الكالسايت والمنجنيز والنحاس وخامات القصدير، واللي بيبقى ليها أهمية اقتصادية عالية جدا، وبرضو بيبقى فيها مياه معدنية. بالنسبة للظواهر التي تصاحب الفوالق اللي يمكن من خلالها تحديد مواقع الفوالق، يعني الجيولوجيين بيعرفوا ان في ظاهرة هنا معينة يبقى هنا في فالق، زي انصقال جوانب الفالق مع وجود خطوط موازية لحركة الصخور على مستوى جانبي الفالق. يعني مثلا زي الصورة دي معناه ان هنا كان ده فالق. يعني وجود بريشيا الفوالق، وهي فتات من الصخور المهشمة ذات حواف حادة. لما يقولك ايه هي البريشيا، البريشيا دي بتبقى فتات من الصخور المهشمة اللي هي بتاع الفوالق ذات حواف حادة، ودي صورة البريشيا اهي. وعلى فكرة هي نوع من انواع الصخور الرسوبية. تالت ظاهرة هي تصاعد نافورات المياه وترسيب المعادن على طول مستوى الفوالق. يعني مثلا الفالق بيبقى كده، هتلاقوا في طول مستوى الفالق في معادن مترصبة. بالنسبة للملحوظة دي، تراقيب الطيات والفوالق تظهر في الصخور النارية والمتحولة، ولكن بصورة أقل وضوحا من ظهورها في الصخور الرصوبية. طبعا السبب ممكن يجي سؤال علل، بس أعتقد في النظام الجديد مش هيجي السؤال بالصيغة المباشرة دي، لأن الصخور الرصوبية ذات طابع طباقي، طابع طباقي التكوين نتيجة اختلاف الصخور الرسوبية عن بعضها البعض من حيث السمك واللون والتركيب المعدني. ممكن تقول حاجة كمان مش موجودة في الكتاب، ان الصخور الرسوبية دي تحتفظ بسجل تاريخي يوضح جميع الاحداث الجيولوجية اللي مرت بها، وذلك يؤدي لمعرفة الظروف المختلفة اثناء الترسيب. وطريقة الترسيب سواء كانت بيئة الترسيب يعني مائية أو هوائية. يبقى إذا الصخور الرسوبية السبب إن هو التراقيب الجيولوجية بتدرس عليها، لأن هي ليها طابع طباقي التكوين نتيجة اختلاف طبقات الصخور الرسوبية عن بعضها البعض، وإن هي كمان بتحتفظ بسجل تاريخي يوضح جميع الأحداث الجيولوجية اللي مرت بيها، وده بيؤدي لمعرفة الظروف المختلفة أثناء الترسيب، وطريقة الترسيب كانت مائية ولا كانت هوائية. بعد كده بقى الفواصل، وادي شكل
الفواصل او عشان شكلها مش موجودة في الكتاب، فممكن يجيب لك في الامتحان. اعرف ان في الامتحان ممكن يجيب لك حاجة ده اكيد يعني مش موجودة في الكتاب. طبعا الفواصل تعريفها قصور وتشققات في الصخور المختلفة، سواء نارية او رسوبية ومتحولة، ولكن بدون حدوث اي ازاحة. شايفين ازاحة حصلت هنا؟ لا، هو يدوبك كسر بدون حدوث اي ازاحة. طيب ممكن يكون الكسر ده او الفاصل ده ممكن يكون كام سنتي، يصل لعشرات الامتار. يعني ممكن تكون المسافة دي ممكن كام سنتي او عشرات الامتار. طب بتعتمد على ايه طول الفاصل؟ بيعتمد على نوع الصخر وسمك الصخر وطريقة استجابة الصخر للقوى المؤثرة عليها. يبقى هو ده كان الفواصل، تراكيب جيولوجية تكتونية الأصل، وهي عبارة عن قصور متواجدة في الصخور المختلفة النارية والرسوبية والمتحولة، ولكن بدون أي إزاحة. ولقد وجد أن المسافة بين كل فاصل وآخر تختلف من عدة سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، ويعتمد ذلك على نوع الصخر، سمك الصخر، طريقة استجابته للقوى المؤثرة عليه. ويقدر الإشارة هنا إلى أن القدماء المصريين استفادوا من وجود هذه الفواصل في الصخور في بناء معابدهم وقبورهم، وكذلك في عمل المسلات. يبقى لما يجي سؤال ويقول كيف استفاد قدماء المصريين من مناطق الفواصل، هنقول في بناء المعابد والمقابر والمسلات، حيث قاموا بإجراء دراسة تفصيلية لنظام تواجد الفواصل، فاستطاعوا معرفة اتجاه الضغوط التي أثرت على الصخور. وده كان ببساطة جدا في 10 دقايق كده شرح الجزء الثاني من الدرس الثاني جيولوجيا. بإذن الله الحلقة الجاية تبقى عبارة عن حل أسئلة على النظام الجديد. وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.